حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانك. رضينا به ربا وكفرنا بكل ما يعبد من دونك. شهدنا لربنا بالالوهيه والربوبيه شهاده نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه وندخرها عقده لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل عليه صلاة تملأ بها خزائن السماوات والأرض وتجعلها لنا وللمؤمنين والمؤمنات فرجا وسرورا، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجل لله وإياكم من النار. ثم أما بعد، قد استحل السير على حاجة كبيرة. ثم أما بعد، يقول ربي سبحانه وتعالى في محكم كتابه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فإنه بما تعملون بصير. فماذا تعني لنا هذه الآية أمة الإسلام؟ الكل يتحدث عن الربانية، يقول لك يجب أن تكون ربانية، عمل يجب أن يكون ربانية، في بيتك يجب أن تكون ربانية، في الشارع يجب أن تكون ربانية، وفي سيارتك مع الناس يجب ان تكون ربانيا. وما معنى ربانيا؟ الكل يتشطح بالربانيا، والبعض يتشطح بالسنيه. رجل سني، فماذا تعني لنا السنيه؟ وماذا تعني لنا ربانيا؟ كل من السنيه والربانيه تعني استقامه. هذا الهدف قصدك بالسنس كل شيء واحد قصدك شيء ما شيء ما يسمع فيه شيء مفرط ويجي يسمع الصاعدة. فكل من تمثل أوامر الله سبحانه وتعالى من خلال كتابه سبحانه وتعالى، إذا أراد أن يكون على منهج الله وعلى منهج رسول الله فليتمثل هذه الآية: فاستقم كما أمرت. والخطاب لمن؟ لرسول الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاستقم يا محمد كما أمرت ومن تاب معك، ثم يحذره تحذير الخطايا ولا تقهر. فإذا كان الخطاب لمحمد وللطائفة المؤمنة، لأن من تاب معك كلهما الملاحدة الشرك الجنسية العلمانيين من هم له. والخطاب يقول: من تاب معك ولا تقهر. والله تمثلني هذه الآية بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال: ومن خاف الحج. من الذي يحج؟ من الذي يحج؟ من شروط الحج أن تكون بالغا وأن تكون عاقلا وأن تكون مسلما. فلماذا يقول ربي ومن كفر؟ أي كفر التعبد. كذلك هنا طغيان مخالفة عوامر الله سبحانه وتعالى. يا أمة الإسلام، هذه الآية شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، شيبته حتى قال له عمر وهو يمازحه: شبت يا رسول الله؟ قال: نعم يا عمر. أجل يا عمر شبت،
فقال له: ما شيبك يا رسول الله؟ وبالمناسبة الذي وهو على فراش الموت، كم من الشعيرات الشائبة التي كانت في لحيته ورأسه؟ كم؟ أحصاها الصحابة فما تجاوز 21 شعارة في رأسه ولحيته فقط. ورب ذلك قال له عجل: ما شيبك يا رسول الله؟ قال له: شيبتني هود وأخواتها. ما شيبك في هود؟ فتلع عليها لعاد فاستقم كما أمرت. قال: يا ربانية والربانية يشترك فيها الإسلام مع بقية الشرائع السماوية. شريعتنا الإسلامية تشترك مع بقية الشرائع في مجموعة من الخصائص، ومنها الربانية، أن تكون ربانيا. جلوسك لله، قيامك لله، كلامك لله، أكلك لله، شربك لله، عملك لله، غضبك حتى حينما تغضب يجب أن تغضب لله، وحينما تفرح أن تفرح لله. هذه هي الربانية. اشترك الإسلام مع بقية، أو شريعة الإسلام مع بقية الشرائع، وليس كما يقول البعض من الخصائص التي تميز بها دين الإسلام عن دين اليهودية أو دين المسيحية. الدين واحد عند الله، افهموها. ليس هناك أديان غيروا وبدلوا أوامر الله، لا في التوراة ولا في الإنجيل، ولكن هناك خصائص تجمع الشريعة الإسلامية بهذه الشرائع الأخرى. أن تكون ربانيا لأنك ألزمت نفسك بها وبهذه الاستقامة. واسمعوا ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأل عن دينه، جاء يسأل عن ما يفعل ليدخل الجنة. قال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال له: قل لا إله إلا الله ثم استقم. قل لا إله إلا الله ثم استقم. تستقم على ماذا؟ تستقم على منهجها، لأنك قلتها وقلته في الأول: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم عزمت نفسك بمن أرسله الله لكي تطيعه وتتبعه في أوامره وتجتنب نواهيه، وهو محمد بن عبد الله، صلوا على رسول الله. ولذلك نقول: وأشهد أن محمدا رسول الله. فحينما تكون قد قلتها يجب أن تستقيم. وتعالوا معي، حينما تكون ربانيا في صلاتك وهي الأولى، هل كان رسول الله والصحابة معه يتخلفون عن صلاة الجماعة؟ فالذي يسمع العذاب ويهرب ويقوم ليأتي إلى المسجد يكون ربانيا، ولكن الذي يسمع العذاب ويجلس مع جواله أو يجلس أمام التلفاز أو لاحتساء كوبا قهوة أو شاي في مقهى أو يتجول في الشارع يكون شيطانيا وليس ربانيا. وإن تصدق بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله والذي نفسي بيده، لو مات في تلك اللحظة ينطبق عليه قوله تعالى: ولا تطغوا، لأن الله بما تعمل بصير. فين يا ربانية؟ فين يا ربانية؟ في تعاملك مع أهلك تظلم زوجتك وزوجتك تظلمك، تخون زوجتك وزوجتك تخونك، تخون أبناءك وأبناءك يخونك. أين هي ربانية؟ أين هي الاستقامة؟ أين هو قوله تعالى: فاستقم كما أمرت داخل البيت؟ وأين هي الاستقامة؟ وأين هي الربانية في كلامك وأنت تسب الناس وتغتاب الناس وتصلي على الفجر في بعض الأحيان؟ أي صلاة هذه؟ وكأنك ما تقرأ قول الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الغيبة من الطيبات يا حبيبي، اللي قد تأخذ من أعراض الناس
أما إذا خالفت هذه الأوامر لا في صلاتك أو في عملك، تشتغل بالغش وبالتحريات وتطبق فيه هذا القول، قال لك الذكي هو الذي يستغل الفرص. من هو الذكي فينا يستغل الفرص ولو كانت في الحرام، كأن يسرق مال الشركة أو يسرق متاعها، لأن صاحب الشركة أو رب العمل لا يعرف ما يجري هناك. قال لك تعاون وشوف ما تدير مع الميراث، تسمع من اللي يفوت الفوت فينا يا رب مالية. بل أمرك ربنا أن تخلص في عملك وأن لا تمدن يدك إلى ما لا يحل لك. إذا كان ربي قد خاطب النبي لهذا الأمر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. طلع لي باطمة بالرشوة، طلع لي باطمة بالسرقة، طلع لي باطمة بالتدليس، ستدفعك الباطمة تسكن فيها وتأخذ عزرها، ولكن عزر غير رباني وسكن غير رباني واستقرار غير رباني، بل شيطاني إبليسي. فماذا ستقول لله حينما يقول لك لقد طغيت وطغوت وتجبرت وظلمت؟ هكذا يجب أن نفهم الربانية. أقول قولنا اللي تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين. الحمد لله وحده، ومن يتوكل على الله كفاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تبرئ قلوب المؤمنين من الشرك بقوة الإقرار. ونشهد أن الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أمة العقيدة، إن الاستقامة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي جاءه يسأل عن دينه ولا يسأل أحدا غيره عنه، وربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة التي شيبت رسول الله ما ألقينا لها بال، وكأننا ما نعرف، لأن مضمون الآية ومفهوم الربانية هو أن تعيش يا أخي في هذه الدنيا بالعفة. فما هي العفة؟ ما معنى العفة؟ ما معنى العفة؟ العفة هو أن تبتعد عن كل حرام في معكنك، ملبسك، مشربك، في سلوكك، وأيضا في ممارساتك. هذه العفة، هذه العفة. فكن عفيفا أولا فيما تدخله على أبنائك من أموال، إياك أن تدخل عليهم الحرام، فإن أدخلت فيها حرام وسخ كل أموالك. وما كان أكلك في البيت ربانيا، وما كان فراشك ربانيا، والله لن تجد فيه راحة ولن تجد فيه قرار ولا استقرار. لماذا؟ لأنه بعيد عن كل عفة أمرك الله بها، عن كل عفة. وهو يقول لك على لسان الحبيب: ما من لحم نبت من حرام، أي من سحت، رشوة، كذوب، خش، تدليس، فالنار أولى به، فالنار أولى به. الله ما أمرني أن أقي نفسي فقط، أن أقي نفسي وأبنائي. يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إذا لم تكن عفيفا اقتحمت أبواب المعاصي من أبوابها الواسعة والعياذ بالله. ودوم أقول والله ليس هناك جيل العام يتطاول على معصية لك هذا الجيل الذي معه. تقول له ربنا يقول كيف الملك يقول لك لو النبي كان تعيش هزمة غير هذا والعياذ بالله. فلتكن عفيفا حتى في لباسك، إياك أن تلبس اللباس الحرام، سواء كان لباس شرعي
أو لباس غير الشرعي الذي حرمه ربنا عز وجل أن تقتديه لزوجاتك ولبناتك، فهي تلبسه وتخرج به إلى الشارع. وما كانت ربانية، وأنت ما كنت ربانيا حينما اقتنيته. ولذلك الحبيب يقول: ما من امرأة خرجت متزينة متعطرة، ما من خطوة تخطوها إلا ويغني الله بها لزوجها، وإذا كانت عنده بنته أيضا لزوجها بيتا في جهنم والعياذ بالله، لأنه ما كان ربانيا، ما كان ربانيا. إن العفة يا أمة العفة هي التي جعلت عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم يتورعون عن أخذ شيء لا يحل لهم ولو بمقدار ذرة. أوليس عمر هو الذي كان يشتغل ليلا في أمور المسلمين؟ فدخل عليه صحابي جليل قيل زيد بن ثابت يريده في أمر ما، فقال له: يا أمير المؤمنين، إني أريدك في أمر. وكان عمر يشتغل في الديوان، ديوان الخرج، ديوان الجد، ديوان الفقراء، ديوان المحرومين، ديوان كذا، يشتغل ليلا على إنارة هبط، ولكن من قنديل زيته زيت ديالو منين؟ شكون اللي تيخلصو؟ بيت المال ديال المسلمين، من زكوات المسلمين، من ضريبات المسلمين، حتى انت الى عندك الضوء ما كتخلصوش، والذي نفسي بيده اذا اسرفت فيه ليحاسبنك الله سبحانه وتعالى، وكذلك الماء او غيره. شوف عمر شنو قال، قال له: يا زيد، أهذا الامر خاص بك ام يهم عامة المسلمين؟ فقال له: بل خاص بي يا امير المؤمنين، فاطفع القنديل. قال له: أو تحدثني وأحدثك في الظلم يا أمير المؤمنين؟ قال: يا زيد، كنت أشتغل في أمور المسلمين على إنارة زيتها من بيت مال المسلمين، أما وأنك تريدني في أمر خاص بك، ما ينبغي أن أحدثك كلمة على إنارة زيتها من بيت مال المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا ربي لا تبقي في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا كرما إلا فرجته، ولا عسرا إلا يسرته بجودك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إننا عبيدك بني عبيدك بني إيمانك، نواصينا بين يديك، لا نسألك إلا أن ترحمنا بأجمالك. اللهم زدنا من هذا الكرم الذي أكرمتنا به. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. قتنا يا ربنا بهذا الغيب. اللهم اسع عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك البيت، اللهم اسع عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك البيت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا بريئا يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اجعل عاما على هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، اللهم يا رب ارحمنا فوق عرضك وارحمنا تحت عرضك وارحمنا يوم العرض عليك، اللهم يا رب لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، اللهم يا رب اهدنا واهدنا واجعلنا هداة المهديين، اللهم حبب الينا ولابنائنا ولبناتنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم يا رب هذا لا يعجزك وانت القادر عليه، اللهم يا رب لنا مرضى، اللهم يا رب لنا مرضى فاشفيهم وعافهم لنا، اللهم شاف مرضانا، اللهم افرح قلوبنا بشفاء مرضانا، اللهم يا ربي من له مريض فأفرحه بشفاء مريضه، اللهم يا ربي احق امواتنا واموات المسلمين، اللهم اجعل قبورهم رياض من رياض الجنه، ولا تجعل الحفر من حفر النار، اللهم يا ربي امنا في هذا البلد امين، اللهم ارزقنا فيه الامن والامان والسلامه والاسلام، اللهم ارزقنا الامن وجنبنا الخوف، ارزقنا الرخاء وجنبنا الغلاء، اللهم ابق رايه هذا البلد عاليه شامخه مرفوعه، اللهم من يريد ان يذلنا فذله يا رب، اللهم يا ربي من ينكر بنا فانكر به وانت خير الماكرين، يا ربي لا ترفع للماكرين في المغرب رايه ولا تحقق لهم في شبر من ترابنا غايه، امير المؤمنين اللهم وفقه للخير وعين عليه، اللهم انصر نصر عزيزا تعز به دينك وتعلن به رايه الاسلام والمسلمين، كله وليا وناصرا معينا وظاهرا، اللهم شافيه وعافيه،
اللهم احفظه في حلمه وترحاله وامد في عمره واحفظه في ولي عهد امه المولى الحسن وسائر اسرته وتغمض اللهم برحمتك الواسعه فقينا العروبه الاسلام اللهم اسكنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ربنا اغفر لنا ولاخوانا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.